بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم منصف. أول حاجة معديرة على صوص العصافير، رانا في مرحلة التجهيز وبطبيعة الحال الطيور. طريقة التجهيز تكون مليحة، الطيور يحبوا يبينوا القوة تاعهم تاع التغريد، الإناث يصدروا أصوات تدفع بالذكور إلى التغريد بقوة. هذه هي طبيعة لا بياس دي فاج وغرفة الإنتاج. أخوكم منصف كما تعرفوا راه ساكن في أبارتمون وبيت من البيوت تاع الأبارتمون هذه دايرها بياس دي فاج. ما نقدرش ندير فيديوهات في بلاصة خلاف، إذا كان وحدة إلا كان بيت نديرها لا بياس دي فاج وبيت ندير هاد الفيديوهات وبيت كدا نسكن وحدي. ندي الولاد نحطهم في كاش بلاصة وبين ضمهم ونسكنوا وحدي، لا علينا. ردا على أحد التعليقات اللي انتبهت له وقريته، شكرا على المتابعة أخي. قال لي المعلومة قيمة ولكن الأداء ناقص، الأداء تاع الفيديو. انا راني مربي حاب نوصل معلومه، وراني حاب نوصل المعلومه هذه بقناعه تاعي، حاب نوصلها للمربيين وحاب نوصلها للمربيين ونحافظ على الاحترام تاعي. يعني لو كان حاب ما نوصلش المعلومه هذه ما نوصلش المعلومه هذه، لانه عندي عذر، الوقت ما كانش في مرحلة التجهيز. ما دير الجملة هذه اللي هضرتها للمتابعين تاعي، علاه؟ لأنه طريقة الأداء في تربية الطيور ماشي كيف ندير فيديو، لأنه كيف ندير فيديو هذه عندها أخصائيين تاع عالم السوشيال ميديا، مانيش محتاج أنا هذاك، مانيش محتاج هذاك الآخر الاداء هذا. لا علينا، نوليو الموضوع تاعنا. الموضوع تاعنا هو الطريقه الجيده للتجهيز. اليوم راح نهضر نتطرق للاناره. حنا بدينا طريقه التجهيز تاعنا، باش بديناها بديناها بتكثيف الفيتامينات ثلاثة الادي 3 كاين اللي يخدم بالفيرتيديت، وكاين اللي يخدم بالنيكتون اس والنيكتون او، ثانية راهي قام ما شاء الله. كاين اللي يخدم بالايزيام فيتامين اي، تاع ايزيام ثاني ما شاء الله. كاين اللي يخدم بالرونفرار قام ما شاء الله وهي متوفرة. كاين اللي يخدم بمواد طبيعية بأعشاب خروب، ثاني طريقة ما شاء الله. بصح إذا شفت نقص حاول تتفادى الطريقة هذه. بكل حب الطريقة الطبيعية لأنها فكرة، حنا نقولوا بلي الطريقة طبيعية فكرة، بصح كي نمرضوا تحكمنا لا غريب ما نداويوش طبيعيا، قليل ونداويو طبيعيا، نداويو طبيعيا للوقاية. مثلا كي عضو الطيور في صحة جيدة، تمدلهم الكليل، تمدلهم الشيح، تمدلهم الزعتر، تمدلهم الخروب، مليحة بزاف. كاين أبسط حاجة برك مرض تاع التهاب المفاصل عند الطيور، خاصة أصحاب اللون الأبيض راهم سفريين معاه، راهم سفريين معاه. كاين خلطة تاع أعشاب يداول بها المفاصل تاع البشر، الخلطة هذه جابت نتيجة وبربي إن شاء الله راهي في حيز الدراسة باش نوفي بها بعض المربين بإذن الله. أول حاجة قبل ما نهضر لازم نهضر مع الأخصائيين. نرجعوا للموضوع تاعنا، حنا مادام قاعدين نكفوا في
ثلاث فيتامينات الادي 3 او ونزيدو في المعدن تاع الكالسيوم نمدوه بكثافه. كاين الاناره، الاناره هو انك تزيد الضوء بالتدريج حتى تكمل 14 ساعه، يا اما تزيد كل يوم 3 دقائق او تزيد كل سمانه ولا كل اسبوع ربع ساعه، او تقدر تزيد نص ساعه. نص ساعه واحد مو قاعد يدير نص ساعه، انا بس اللي قاعد ندير نص ساعه في الاسبوع. الطريقه هذه ناجحه عندي، جربها لكن نجحت عندك اي مليحه. علاه؟ لانه المينيتري تاعي مانيال اول حاجه، ثاني حاجه الوقت، ما عنديش الوقت بزاف اني نكون في الدار. الوقت تاع نزيد ودركا حتى في الباقي ليامات اللي تحط فيهم البابي، تحط فيهم تاني منتوجات اللي يكونوا غنيين بالفيتامين الادي 3 او وغنيين بالمعدن تاع الكالسيوم. نرجعو للضوء، كي تزيد الضوء تاعك كي تزيد الإنارة تاعك تدريجيا يبدا الطير يهيئ روحو للتزاوج. كي تبدا من البرومي جونفي وانت قاعد تزيد بنص ساعة بنص ساعة بنص ساعة، عندك تزيد ساعتين برك الليل تاعك قداه كان؟ الليل تاعك كان 10 سوايع ونص، الشهر الأول تزيد ساعتين قداه ولا؟ ولا 12 ساعة ونص. 15 يوم الأولين من فيفري زدت ساعة ولا 13 ساعة ونص. 13 ساعة ونص في 15 فيفري نرمي أنا المال مع الفيمال، يعني قلت أنا ما قلتلكش أنت أرمي، أنا هذه الطريقة تاعي نخدم بها أنا. كي نرمي المال والفيمال مع بعضهم الأسبوع الأول تكون 13 ساعة ونص، ابتداء من الأسبوع الثاني 14 ساعة يكونوا تهيئوا مليح لمرحلة التزاوج. الكوفي الأول عادي، الكوفي الأول تاع الطير الأول اللي يولد عندك، ابتداء من الكوفي الثاني نزيد نص ساعة، يولي الضوء يطفى على الساعة التاسعة ليلا ونحبس. يعني عدة موربين في الاخر تاع ليفاج تلقاه يزيد هذيك يولي حتى ل 10 9 ونص ل 10 9 ونص ل 10 على ما اظن عادي، لان الطير بعدها راح يدخل في مرحله غيار ريش، وبعدها راح يدخل في مده تاع ربع شهر ونصف ركوب، يعني راح يركض. ضمن مرحلة التجهيز رانا كل هزينا نظرة عليها، تبقى الطريقة تاع مرحلة التجهيز توزيع الأكل. في مرحلة التجهيز، مرحلة التجهيز أنا مركز على الباتيساج، مركز على الباتيساج. مثلا العام طول نمد الباتي اللي كنت نعتها، الباتي الطبيعية كي نمد الباتي الطبيعية اللي مخدومة باغ اكزومبل في الشابلير ومخدومة بالخضرة، نحط الوقت هذا نص نهار نحي العشية خلاص، يكون طار كلا الكمية اللي يحتاجها. علاه؟ لأنه ماهيش محتوي على مادة حافظة، قادرة في أي لحظة تخسر، قادرة في أي لحظة تفسد وتسبب لنا أمراض. أما في مرحلة التجهيز نركز 100% أو 90% على الباطي اللي نشريها، كيما الباطي تاع الباطي ساش تاع فلاي فرسلاكا بينيطا، مليحة بزاف بينيطا، ونستعملها ونمدها للطيور تاعي. نركز على الباطي ساش، ما نزيد لها حتى إضافة. هذه عفوا هذه في مرحلة التجهيز. اما في مرحله الانتاج حكايه اخرى،
وصلنا لهذا الفيديو، ما تنساش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. سبحانك اللهم بأول حاجة ركز عليها، راني قاعد نبريباري في باطي باش نمدها للزوج، وقاعد نمد في معلومة. الفيديو هذا راه خاص بالمعلومة، ركز على المعلومة، خلينا واش قاعد ندير، ونوفروا الأسئلة المهمة باش نتقدموا. هذا من باب رايي. الباطي هذه راهي سهلة، خلاص راهي باطي فلان. الإضافات هذيك راني ما عرفت نقولها، وبالتوفيق للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.